ما هي بتعرف انه وائل محبة بالبداية، هي بتعرف حبيبي واهلها بيعرف حاكيها بنص وجهها، بنص وجهها حاكيها. قلت لها يا بنت الناس انا ما حبيتك لما خطبت. انت عندك صور علي رح تنشرهم وبدك اعتذار. انت بدك اعتذار رح قولها لك بلغتك بالسوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم مقطع جديد وفيديو جديد. مقطعنا اليوم عن مسلسل دمعة كلب. انا بسميهم علاقة كلبين وكلب، لانهم كل ما يطفوا لازم يسووا مشكلة علشان يرجعوا تاني من اول جديد. سيداتي سادتي، مقطعنا اليوم عن وائل ونورس وقصتهم الحزينة اللي سميتها انا دمعة كلب. نورس تخرج وتقول وائل ودي يفضحني بصورة، ماسك علي أدلة وبده يفضحني. يا سلام، ما أصعب الفراق بعد الحب، ما أصعب إنك تتخانق وتتمشكل مع الإنسان اللي أنت يوم من الأيام اعتبرته ملاذك الآمن وحضنك الدافي. الله الله، اليوم قاعد يطلع مني عبارات وجمل راقية. تمام تمام، وصار لي ساحب على اليوتيوب يمكن 5 أيام 6، ما بدري، لأني صراحة يا إخوان مشغول مشغول، رجل أعمال. أنا شريت عقار في دبي وإن شاء الله رايح جاي على دبي، فهمتوا كيف؟ وخلينا من غير رغي كثير نخش على المقطع على طول ونحلل المقترحات لدينا. الله، ولكن عزيزي المشاهد، إذا أنت ما حطيت لايك حط لايك واشتراك وفعل الجرس، لأني صدقني راح تفهم كل شيء بهذا المقطع عن قصة وائل ونورس. وائل ونورس، من كثر حبيبات وائل أنا بلخبط بينهم، تيمار مدري مين بلخبط أنا. راح تفهم القصة كامل. قلت لها أنه أنا حبيتك مشان ترند وخطبتك مشان ترند. شغل شغل، شوف صاحب الورا شغل، معطيك نظرة الثقة. هذا وائل بيقول أنا حبيتها مشان ترند، يعني الخطبة والزواج وكل شيء عشان ترند وبعدين يطلقها. شوفوا لي نظرة الثقة اللي في صاحب الوراني. قلت لها إنه أنا حبيتك مشان ترند وخطبتك مشان ترند. شغل شغل شغل، يعني إيش ليش أنت مسويين شوشرة على الموضوع؟ شغل يعني بتروح تخطب وحدة ومدري إيش وحفل وما الكلام هذا وبعدين تتركها، كل هذا عشان إيش؟ شغل شغل. قلت لها وقلتها طيب ماشي، انا حبيتها مشان ترند، هلا انت شوف فيك تحاسب، جاوبني هلا انت شوف فيك تحاسبني. واحد يجيب لي الشبشب، واحد يجيب لي الشبشب، خلاص انا ودي احاسبه. واحد يجيب لي الشبشب، مقاس 46. خلاص تغيرنا، انا اخطأت. ايه اخطأت، خلاص اعتذرت وبعدت. يا اخي عيفنا يا اخي، سكرت التعليقات. سكر. لا 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 سكر، لا سكر. يا اخي انت صديق وائل اللي قاعد ورا، رحم الوالديك، لا تتكلم، خليك ساكت، لانك انت كل ما تتكلم بتجيب شغل شغل. لا سكر لا سكر، عادي خلص. هلا من بعد هذا الكلام انا مسكر الموضوع، موضوع نورس، موضوع مين من كان يكون. خلص كل حبيباته سكر على الموضوع، هو خلص بطل، اعتزل اعتزل علاقات الحب. لانه وائل لما انشر انشر كيف انشر؟ لانه بيضحك على البنات، بيطلع مع بنت على التيك توك ويقولها I love you، أنا حبيتك، أنا بعشقك. تمام، وبعدين الناس يسووا تصاميم وما أدري إيش ويرتفع مشاهدات وروح خطبها وبيحبوا بعض ولمح ليها وقال لها بحبك ومش عارف إيش زي كذا. أنشهر وائل، أنا لا أقصد فيها حدا، برجع وبقول أنا لا أقصد حدا بأي شيء، ريبوست، ستوري، أغنية، عبارة، صورة، فيديو، شو ما يكون. بيقول لكم يعني انا ما بقصد نورس، خلص يعني لو نزل اغنيه اذا شفت 2 عشاق عض ايدي وصيحاني كذا، يعني ما بيقصد نورس، فهمت كيف؟ المهم يا اخوان اللي فهمناه من هذا المقطع انه وائل قال لوالد نورس وقال له نورس احنا راح نخطب ونتزوج وكذا، كله علشان مشاهدات وعشان شغل شغل. تمام، وهي وافقت، لكن شكلها اثناء العلاقه هذه، العلاقه الوهميه اللي ضحكوا بيها على المتابعين حقينهم وضحكوا على الصغار وضحكوا على الكبار وضحكوا على الناس اللي بتحبهم. الا انا يا اخوان، انا سويت سلسله مقاطع عن وائل ونورس انهم كذابين وانهم ما بيحبوا بعض، روحوا شوفوها في القناه. المهم خلينا نشوف رد نورس على وائل. انت عندك صور علي رح تنشرهم وبدك اعتذار. انت بدك اعتذار رح قولها لك بلغتك بالسوري، فشرت في نص عينك. يعني وائل قاعد يقولها ودك تعتذري على الكلام اللي انت قلتيه؟ يا مرحبا، ما ودك تعتذري، ودي انشر صورك. كل خضره هذيك عينك المدوره فشرت في نصها، اني انا نعتذر منك، انا نعتذر منك، شكون فكر روحك؟ يمه عمرها ما تعتذر من وائل هذه، ولك هذه بحياتها ما راح تعتذر من وائل، بتقول له اللي عندك افضحه، اذا كان عندك صور عندك اي شيء عندك افضحني افضحني، انا وديك تفضحني ولا اعتذر منك. انت مين لحتى انا اعتذر وانا شو مساويه؟ لاني قلت لك حقيقتك في وجهك، لاني قلت لك يا رقاصه، ايه انت رقاصه، انت مره على واحده ونص واديله. يوه
حسب ما فهمت انها هي بتقول ان وائل مرة يا اخوان دخل الشيطان بينهم انه ولا شيطان اللعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شبيك يا ولدي؟ من شو اعتذر؟ اعتذر من شو انا؟ من شو بدك ياني اعتذر؟ انا اعتذر من واحد مثلك انتي؟ ما اعتذرتش للرجل. والمسحه فيه البلاط في هذا المقطع. مسكت وائل من راسه كده مسح بالبلاط. شفت كيف تمسح البلاط؟ خلت وائل وجهه يصدي صراحة. بهذا المقطع. نعتذر منك انت. عول الله يا رب. لو في بالي ترند ولو في بالي مشاعرك تجاهي انت، كل شيء سويتيه مع وائل علشان ترند، وكنتم متفقين انت وائل من البداية انكم تتزوجوا، على حسب الكلام اللي قاله وائل انكم تتزوجوا وتسوى الشوشرة هذه والخطوبة كله عشان ترند. اخر شيء تطلعي وتقولي اخر هم الترند، والله انك كذابة. ما هيش صادقة حتى هكا شوية. انا راني شلقاتي وما لقيتي بالتونسي، وراني نمشي على خاطر الف من يتمنيني من الاخر، من لازم روحي على حتى واحد انا. اما انا كي الف مرة طلبت الانفصال وانت منك انت طلبت الرجوع وتلحلح والرجوع ودرشنية، انا راني رجعت لك على خاطر نراء والله العظيم مش فاهم انا ايش بتقول، بس على حسب ما فهمت انها بتقول انه رجعت لوائل ما ادري. المهم مقطع هذا في المنتج راح اسوي لك قص، اصبر علي بس. انا راح اقص اللقطة، راح اقص وادعس عليها، اصبرك علي بس. انت طلبت مني اني اطلع مع تيمار لايف، وتحياتي للبنت. انت طلبت مني ان قلت لي بدك تقهريه وبدك ياه يموت وينجلد، اطلعي معها لايف. دقيقة، ادري انكم انتم مش عارفين تقصد مين. وائل له صديق اسمه طارق، تمام بيقول له نورس اذا انت ودك تقهري وائل ودك تطلعي عينه اطلعي مع بنت اسمها تمار. تمار هذه بتكون حبيبة وائل القديمة، وهذا طارق مثل الاهبل في كل شيء داحش راسه، يعني مش مخلي شيء في العالم هذا الا ومدخل راسه بينهم. يعني طارق هذا السبب شهرته ان هو كان بيتدخل بين وائل وبين تمار اللي هي حبيبة وائل القديمة. فنورس طلعت للناس وبتقول بعد ما تركت نورس ووائل، طارق بيقول لنورس اذا انت ودكي تقهري وائل وتطلعي عينه اطلع مع بنت اسمها تمار. يعني الكلام اللي بيقوله طارق لنورس مثل الظهر لوائل. يعني يا طارق يا صديق وائل، ليش انت بتعلم حبيبة وائل بنقطة الضعف لصاحبك؟ بدل ما انت تكون لي سند ليش بتعلم نقاط ضعف صاحبك؟ وهي نورس طلعت في هذا المقطع وبتقول انه طارق قال لي كذا 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 وفضحته وسببت مشكلة بين طارق وبين وائل. انا قلت لك يا طارق، اول شيء شو مال البنت وشو ذنب البنت؟ وثاني شيء يا طارق عيب، ترى لما يشوفني ترى انا ماني هيك ابدا، في صاحب بده لصاحبه هالشيء، في صاحب بيقول عن صاحبه اخي وبيطلب من 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 خطيبة اخوه او صديقه هالشيء. صادق والله، يعني في صاحب يطلب هذا الطلب القذر انا بسميه، ايش هذا يا اخي؟ انت بتطعن صاحبك بسكينة بظهره يا طارق. نزلتي ستوري سبيتي امي؟ ما رح سب امك وكون مثل ما ايها مثل ما سب امه لهداك، ما رح كون مثله. نزلتي ستوري عم تحكي فيها كلام وانه انا وانا 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 خلص. هذا بيرد على مين؟ بيرد على نورس. ما حدا رح ياكل يا قذر، تطعن صاحبك بجرب بظهره. انتوا الاثنين يعني كلكم على بعضكم حش السامعين طبعا، يعني انت وائل ونورس، بس الموقف اللي انت سويته مع وائل ما ترضى حتى على الكافر صراحه. خرتم لازم بعض. سبيت مين بس؟ سبيت اداك النماس. المهم ما لحسب بعد عالم تسب امي وبعد عالم على حسابات اهلي تسبها. يعني بيتكلم على نورس انها بعثة ناس على حسابات اهله وعلى حساباته يسبوه، وهي لا بعثت ولا شيء، بحس نورس هي الغلبانة في القضية هذا كلها. ما هي بتعرف انه وائل محبة بالبداية، هي بتعرف حبيبي واهلها بيعرف، حاكية بنص وجهها حاكية. قلت لها يا بنت الناس انا ما حبيتك لما خطبتك، قلت لها انه انا حبيتك مشان ترند وخطبتك مشان ترند. حابها وخطبها عشان ترند، نفس الكلام اللي انا قلت لكم اياه، لانه يا اخواني بهذه القناه راح تفهموا كل شيء من البدايه للنهايه. شغل كل شيء ورا البرطانه اللي قال شغل. نظره ثقه، يعني انا خطبتها عشان ايه؟ شغل ايه؟ انا اللي حرضت، شو بدك ايه اللي مخبيته ومسويت لحالها؟ عندي شغلات لو تعرفوها
أنا اللي خليت طارق ينشر المحادثات، ولو مو طارق ناشر التسجيلات أنا اللي راح أنشرها. التسجيلات والمحادثات هي الفضيحة اللي نورس كانت تتكلم عنها في بداية المقطع. أقسم بالله بتحسوا وائل هذا سرسري، أنت عارفين يعني إيه سرسري؟ سرسري يعني ولد الشوارع، فهمتوا كيف؟ بس ربنا أعطاه كذا طلعة فوق وهو ما استغلها صح. المهم يا إخوان، وصلنا لنهاية المقطع، إن شاء الله يكون المقطع هذا عجبكم وفهمتوا كل شيء من البداية للنهاية. وإذا أنتوا واصلين لهذه اللحظة، ليش ما تحط لايك؟ وليش ما تحط اشتراك؟ إذا أنت عجبك المقطع لهذه اللحظة، حط لايك واشتراك وفعل الجرس، وإن شاء الله أشوفكم مقطع جديد، فيديو جديد، والسلام.